نوريكم كيفية صنع بوردات بالبابي موس. شكلهم غادي شكلهم النهائي غادي يكون بحال هكا. اول حاجه نحتاجوها هي بابي موس. انا خديت هذا البابي موس بغيون، وغادي نحتاجو نرسمو دائره. الدائره الا عندكم شي مول ولا شي حاجه دائري الشكل تقدروا تستعملوها، سينو تقدروا تستعملوا الكونفور ترسموا بها. بحال انا خديت هذه المول تاع الطبخ، غادي نرسم دائره ديالو وغادي نقطع. من نكملو تقطع الدائره ديالنا، غادي ناخذ واحد القنت نبداو نقطعو ها بهذا الشكل. غادي نقطعوها على شكل حلزوني. نتمنى تكون بينات لكم. من بعد غادي نجيبو نقص ونوليو نقطعو على شكل اقواس. هاد الدائره ديالنا اللي كنا درناها وقطعناها على شكل حلزوني، هاد نصف الدوائر ماشي بالضروره يكون عندهم نفس الحجم ولا نفس الشكل، المهم نقطعو على شكل نصف دوائر الشكل ديالنا كامل. هاد الورده سهل العمل ديالها، في الساعه كتطلع لنا كتاخذ لنا شي وقت كبير، وجميلة المنظر. هذا يقدرنا غادي نرميو، غادي يجينا الشكل النهائي ديالها هاك. بالنسبه اللي كيستعملوا بابي موس، وكي قلت لكم في الحلقه السابقه كاين جوج انواع تاع بابي موس، كاين اللي فيه الكولا وكاين اللي لا. انا بالنسبه لهذا اللي عندي، انا عندي فيه الكولا، الو ما غاديش نحتاج نستعمل الكولا تاع البيستوري باش هو ديجا فيه لاكول. غادي نقلع السكوتش ديال الكارت اللي كيكون من الفوق ونبدا نلوي هاك. في حاله كان عندكم بابي موس اللي استعملتوه ما فيهش لاكول، غادي تبقاو ديروا غير هنا من التحت شويه لاكول تاع السيليكون، تبقاو دوروا تلصقوا حتى تكملوا الدائره ديالنا كامل. دوروا نتمنى يكون صوتي مسموع مزيان مع الشتا راه طيح و راه كاين الرعد. غادي هكا نبقاو ندورو تاع التالي تاع الوردة. في التالي كيبقى لنا هاد المورسو، غادي في التالي كيبقى لنا هاد المورسو كي قلت لكم هكا. هذا غادي نجيبوه ونلصقوه من هنا من تحت هكا، واللي بقى لنا في الجوانب ديالو غادي نضرفوهم بالمقص.
حنا لصقتنا مع هذا كي قلت لكم هذا بابي موس ديجا فيه لاكول، يعني غادي يبقى يلصق لكم شويه هكا. وهي الورده ديالنا وجدت. انا ديجا قطعت الورقات تاع الورده، انا اختاريت لا كولور نوار، نتوما كتختاروا اللون اللي بغيتو. غادي نجيب هاد المرسو نلصقو هنا هكا، هذا فوق هذا خاص ديجا كي قلت لكم راه فيه لاكول. وغادي نجيب دابا غادي لي غادي نستعمل الكولا بيستوري، وما غاديش نستعمل بزاف، غادي نستعمل غير شويه، ندير هنا شويه كمرة. غادي وهي الورده ديالنا وجدت. بالنسبه للورده ديالنا تقدروا تعملوها فيما بغيتو، تقدروا ما نكون ديجا درت هادو، تقدروا تجيبوا المساك تاع الشعر كما كان نوعه وديروا عليه كولا غير شويه، تلصقوا الورده ديالكم كتجيكم مرضه ديروها للشعر. تقدروا كذلك تجيبوا تجيبوا لاستيك ولا بوندو ولا اللي بغيتو وتلصقوا عليه. المهم انا ندير هذا رقيق، نتوما كتختاروا البوندو على الحجم اللي بغيتو، يكون عريض مش رقيق كما بغيتو. كذلك كديروا كولا، فهمت، كتجيبوا الورده ديالكم تلصقوها، وهي هو البوندو وجد. نتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولا الحلقه الجايه ان شاء الله.